الله، طبعا هذه احد النماذج اللي موجوده اللي عندك، للغزلان والماعز الجبلي والماعز الجبلي والذيب والقمير والطيور. خبير ابو منصور يعطينا بعض المعلومات عن هذه الكلاب. لا لا، هذا غزلان طبعا من فصيله الضباء. طبعا عندنا نوع منقرض نهائي اللي هو العفري، غزال الرمال انقرض نهائيا ولا يوجد منه شيء ابد نهائي. موجود واحد محنط أظن بالمتحف البريطاني عمره حول 200 سنة، أما الأنواع الباقية الحمد لله تم المحافظة عليه بمحميات خاصة ووصلتنا يعني من ضمنهم، من ضمنهم هذا عربي تم المحافظة عليه، ومن ضمن هذه الأنواع عندنا الساحلي وعندنا الغزال الريم والإدمي كله موجود. عندنا يعني جميع أنواع الغزال موجودة عندنا. إيه بس عندنا نوع منقرض للأسف. إي نعم. عندنا نوع منقرض هذا اللي يعني ولا وجد الى الان، لان احنا الجزيره العربيه محصوره في حدود بحريه مع جميع الجهات. حيواناتنا وحشراتنا واشياءنا تقريبا موحده يعني ومحصوره، ما خالطت زي مثلا افريقيا مفتوحه على بعضها، لكن عندنا لا، احنا من خلقت الارض واحنا محصورين ومن حدود في بعض الاشياء ما توجد الا عندنا، زي النمر العربي، زي انواع الغزلان، اشياء كثيره ما توجد الا عندنا بس فقط. ابو منصور، وش افضل غزلان لتعيش في البيئه حقتنا ذي؟ غزال الريم والادمي. ايه بيئتنا غزال الريم والادمي هذه من وش المميزات اللي بهن؟ انها يتحملن الطقس، يتحملن الحراره، اساسا هن موجودات في البيئه. النعام العربي طبعا انقرض نهائيا، لازم نجد بيض بالغميس وصعافيك وبالمناطق هذه لازم نجد بيض، ولكنه انقرض الغزال النعام العربي. هذا ما احس يعني يعتبر ولد الوعل، الوعل النوبي هذا ولد الوعل ذا. إيه سبحان الله، الوعل النوبي طبعا، وهو ما عندنا مشكله معه لانه نفس الوعل اللي عندنا يعيش هنا وبالاردن ومصر والسودان، وعل واحد الوعل النوبي، ما عندنا مشكله. لو انقرض هنا نقدر نجيبه من هناك، لكن لنا مشكلتنا مع اللي لا انقرض عندنا ما نجده، خلاص ينتهي. النوبه منتسبه يعني للسودان؟ للنوبه، اول ما حق السودان. اول ما سمي علميا سجل بالنوبه السودان او جنوب مصر فسمي نسبه زي اضرب. لا نلتجل للذيب، شو رايك بالذيب؟ الذيب عندنا مجموعه ان شاء الله، عندي تقرير عنه ان شاء الله مع شخصيه ان شاء الله رايح يتكلم عنه. هو طبعا يعتبر من اصغر الذئاب العالم، الذيب العربي صغير جدا، لكن ما اقدر اتكلم عنه لين احصل على معلومات كامله بالضبط عنه عن طريق الحمض النووي، كم نوع كم كذا عندنا ان شاء الله نتكلم عنه. طيب وش المميزات اللي تميز بها الذيب؟ والله يا اخي دحوه في اشياء كثيره، بينما هو حيوان مفترس لكن يبقى من بيئتنا. انقراضه الان نشوف نعاني مثلا المنطقه الجنوبيه الان ومن الطائف الجنوب الان قاموا يعانون من قرد الرباح البابون بشكل كبير، الان بدا يهاجم حتى البيوت المحلات والمناطق السياحيه كذا اعداده، يعني الذيب يسوي لنا توازن بيئي بشكل يعني غير طبيعي من التوازن، يعني احنا محتاجين لوجود الذيب في بيئتنا للتوازن البيئي ونظافه البيئه. اللون ما له علاقه تقريبا، يجي الوان هو لانه مشروخ من قديم الزمن في بعض فصائل، الا الان لازم نتكلم عن طريق الحمض النووي، لكن اللون ما له دخل بالنوع، حب الناس له. هو الحيوان المفترس عندنا بالجزيره العربيه، يعني اهلنا القدامى ما عندهم الاسد، لو عندهم الاسد كان الغى سمعه الذيب. لما تروح لبعض الدول يتكلمون عن الاسد ما يتكلمون عن الذيب، ما يعتبرون شيء، لكن احنا يعتبر اكثر واكبر حيوان مفترس بغض النظر عن الضبع. نتجه لقسم الطيور اللي هي ما شاء الله القميري. القميري طبعا من الطيور المهاجره. نعم. تمر لو والان هي حميت تقريبا عالميا زي ما حميت عندنا الحمد لله، وهذا شيء جيد. شيء جيد. لكن اللي تحت المهم عندنا اللي هو الضبط. نعم. عندنا بالمملكه 8 انواع مسجله. ثمانية أنواع من الضبان عندنا، أولهن الضب هذا طبعا أشهرهن. وش الفرق بينهن؟ فرق بالذيل اللي هي العكرة، فرق بالشكل، بالحجم والصغر. عندي صورهن 8 أنواع جميلة جدا،
إنه موجود عندنا 8 أنواع، ولا حد مصدق أن عندنا 8 أنواع. كلها توجد في المناطق الصحراوية. أي بالسعودية. الأرنب لازلت لازالوا يبحثون عنها الآن. الأرنب البري. أي لأن. إيه. تسلم معك. إيه يعني الأرنب البري لازال البحث جاري عليه، ما في تقرير موحد كم نوع عندنا. إحنا عندنا من الربع الخالي للمناطق الوسطى طبعاً انقرضت نهائياً، العلا، تبوك، الشمال، كل منطقة لهم أرنب تتحمل الطقس، تتحمل مثلاً البرودة، الحرارة. طول الوقت كان عندنا إحنا يعني إحنا قارة الصراحة، فكل اللي تحت ثلاث خط 23 تجد ما عندهم وسم بشكل كبير، بالإضافة إلى أنهم أطول منا بالوقت غروب الشمس وكذا، وهذا يتأثر لا على النبات ولا على الحيوان. اللي هو القنفذ. القنفذ. القنفذ عندنا بالمملكة 6 أنواع. ست من القنافذ. 6 أنواع. أي ويجب المحافظة عليه وأكثاره والاهتمام بالحيوان هذا، لأنه من منظفات البيئة ومن أهم الحيوانات الوازن بيئي، خاصة بالحشرات والأشياء هذه، يعني مفيد جدا للبيئة. الورر برضو عندنا نوعين بالمملكة، ولاحظنا انقراضه بشكل كبير الآن، لأنه صار ساعد سمعته ويعتبر من أجمل الحيوانات، من أجمل الزواحف وأكبرها بالجزيرة العربية، ويقضي على الحيوان، يقضي على كل شيء ولا عمره آذى أحد، لكن الناس يمشون على السمعة. بعض الناس يمكن يكون ما يعرف الضب من الورر، يحصيد الضب. لا لا، وفي الأساطير، أنا مشكلتنا مع الأساطير الشعبية. نعم. الأساطير الشعبية يوم يجي واحد يقص عليك قصة إن الورر سوى فعل ترك، يعطيه سمعة سيئة، وهذا كلام غير صحيح. ولا الأولين ما كانوا ينزلون إلا على المكان اللي فيه ورر، حتى يقول ما في خشاش، ما في ثعابين، ما في عقارب، ما في كذا. الآن بسبب انقراض الورر وانقراض القنفذ بشكل كبير، لأنه حيوان ثقيل بالمشي، ف يعانون أهل اسطبلات الخيل والإبل الغالي هذه من الثعابين. نعم. مثلا زيادة نسبة الثعابين عندنا، هذا برضه يعتبر عدم توازن بيئي، يعني صاروا يحتاجون الناس ينظفون المحلات الثعابين، لأن الخيل حساسة والإبل حساسة. نعم. الإبل حساسة أكثر من الخيل. الطيور على الطيور اللي هي الصقور، فصيلة الصقور طبعا هذه تراث شعبي مهاجرة عندنا، ما عدا ما تفرخ، اللي يفرخ بس الشهانة الجبلية، رصد انها تفرخ عندنا، ومع ذلك يعني قليلة جدا جدا. الان كانوا يذكرون احنا الاولين ما كان المقناص عنده بالشكل هذا، كان جاء وقت الوسم شهر 10 ميلادي يطلع القناص يشبك طير طيرين ثلاث، ينقي منهم واحد والباقي يفكه، واذا دخل القيض الحر فكه، لانه ما يقدر يعيش بالصحراء، ورجع وتكاثر، يعني ما في انقراض، استخدموا بس لمدة 2-3 شهور وفكوا. نعم. الآن لا، صار اللي يطيح باللبا الشبك خلاص انتهى عمره. اي معلوم نجحوا بعض الشباب ما شاء الله بالكتاب. صار عملية تجارية هو. اي عملية صيد وعملية تجارية. اي نعم، ولكن نجحوا بعض الشباب بإكثاره داخل أعشاش. الحمد لله. يعني داخل محمية. الله هذا شيء جيد. الله يرزقكم. طيب بس ما شاء الله تبارك الله. من ضمنها الاحتطاب. الاحتطاب الصراحة صار عندنا احتطاب جائر، وكثرة التفاخر في عملية كم الكمية اللي شريت، كم الحطب اللي حطيت، وش نوع الحطب اللي حطيت، بينما ما كانوا هذا الأولين، كانوا الأولين يدبرون أنفسهم شوي شوي، فصار عندنا استهلاك كبير، مع أننا بلد صحراوي التعويض فيه صعب للحطب للأشجار. طيب طال عمرك، نوع الحطب السمر. إيه؟ طبعا القرض النيلي، معلش تكلم، هذا مو منشأ السودان. إيه؟ هذا عندنا، هذا من النباتات المحلية الأصلية. نعم. ينبت في نجران إلى المدينة كله ينبت فيها القرض هذا. اي نعم، يقول له ريحته جيدة. إيه ريحته جيدة ودفي وثقيل جدا، قوي جدا هو طبعا، لا وسريع النمو، وننصح بإكثاره من أهم النباتات في المزارع. إيه نعم، لأنه سريع النمو جميل حتى شكله. اسمه القرض. 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 القرض إيه، عندنا نوعين بالمملكة. طيب هذا طبعاً أجنبي، يعني سريع النمو. بالنسبة لهذا برضه بلد المنشأ جنوب أفريقيا، برضه هذا النوع
ودي لو راجع علميا اظن هذا من بعضهم عندنا مع وهذا من مصر ده طبعا انتاج مصر اي هذا من مصر هذا طيب وهذا بالنسبه طلع بك انتاج مصر برضه كله مستورد ده كله مستورد وهذا عندنا طبعا برضه مصر اي ويقدرون احنا بعد عندنا ميزه يا ابو ثامر عندنا ميزه قرب للافريقيا يعني ممكن نستورد كميات حطب هائله من افريقيا بافريقيا باقل التكاليف لان ما بيننا وبينهم الا ساعتين بالبحر على ما يقولون او 3 ساعات ويعني نقدر نستورد كميات هائله من اجل توفير الحطب للناس الاجنبي تنزيل سعر الحطب المحلي اذا نزل سعره ما حطبه الناس لكن ابو منصور هل مسموح اننا استورد حطب من برا؟ اي نعم موجود الان متوفر بالاسواق إيه؟ واظن بعد تم الحمد لله تسهيل اجراءاته وهذا شيء جيد. ممتاز. اي نعم خاصه من افريقيا لان افريقيا احنا وياه جيران يعني متلاصقين يعني. لا ما شاء الله ما اشوف مصر انا يعني بلد مصدر للحطب إيه عندنا ما شاء الله كلها مصري اشوف مصري إيه. عندنا هذا طال عمرك اللي هو بلغاريا. حطب بلغاري وهذا مصر وهذا يطلع مصر كل يعني مصري يعني نقدر نستورد حطب ورخيص يعني خارجيا رخيص ممكن توفيره شيء جميل وبعدين بمصر لاحظ ان الاشجار اللي استوردوها من مصر ومصر يعني اشجار منوعه حقت عنب حقت مثل فواكه حقت فاكهه وحقت عنب الان اشوف كثير من المزارع بدوا يستغلون اشجار الفاكهه كنا ممتاز كنا تعتبر مؤذية في انتهاء عمره نعم. لأن الفاكهة لها عمر معين لما انتهت الآن صاروا يستعملونها بالحطب وهذا شيء فيه نعم. أي شيء يعني يحافظ على بيئتنا نبي ممتاز نعم. يعني الواحد مو بلازم يعتمد على النواع اللي عندنا لا 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 لا, لا, لا نلقى الأفضل نعم نبي نلقى الأفضل بإذن ما شاء الله تبارك الله بالنسبة للحباري العربية هذه العربية دي اي نعم هذه الحبار العربية الحبار العربية اي نعم ما شاء الله تبارك الله مهاجرة وعند الحبارة بالعالم 32 نوع تقريبا هذه واحدة من ضمنهم نعم وتعتبر الأجمل والأسرع فيها الحبر الحبرو بس ما عاد نشوفه يجينا أبدا نعم نجحوا الشباب بإكثاره يعني نجحت الناس بإكثاره في المحميات بالمحميات نعم بالمحميات الخاصة إيه نعم هذا برضو شيء جيد نحافظ على أصول وراثية ننصحهم بعدم خلط الدماء هذه نعم. المحميات هذه الموجودة الآن الحمد لله نعم. راح إن شاء الله نرجع مثل أول وأحسن بإذن نعم. الله طبعاً التعافي ما هو مثل الهدم نعم. إحنا 60 سنة وإحنا أو أكثر وإحنا يعني ما في محافظة إن شاء الله خلال السنوات القادمة نشوف التعافي بإذن الحافي الحوار ذي إيه وش رأيك بالإبل عاد أنت ما شاء الله رأي خبر بالإبل طبعا تقول العرب الابل مهور الحرار ديات الرجال الابل هي الاساس من اقدم ما استانس الانسان الابل ولا يتحمل الصحراء مثل الابل لكن صار في نوع من التهجين فقدنا السلاله الاصليه حقتنا اتمنى اذا كان في احد انه نحافظ على سلاله الابل اللي موجوده بالجزيره العربيه بانواعها سواء كانت الجيش او الابل العاديه. نعم. فالخلط هذا يجيب جينات وكذا قد في يوم من الايام انه ما تحمل مناطقنا يعني. ما شاء الله تبارك الله. لكن انت من هوايه ما شاء الله اللي هو حبك للابل. الابل احبه لكن يعني زي ما قلنا الخلط او اللي اليومين هذه تشوف شادين للشمال مقطعين الخطوط مثلا هذه نقطة صراحة ضيق الصدر حوادث ومشاكل يعني اتمنى ان شاء الله اشوف لها مسارات في عملية التنقل لان المملكة قارة فالربيع يجي هنا وهنا يجب ان يكون فيه مثلا مسارات لتنقل الابل خاصة تنقل الحلال كامل سواء الابل او غنم الصحراء من اجمل ما شاف بلبر الصحاري هي الابل سبحان الله حتى لجت المقاطع من افريقيا من منتجع اهل الابل شدك لأن فيها بعيد نعم نعم والمميزات اللي فيها الحليب ميزاتها طبعا كثيرة الإبل ما شاء الله ما يعني ما الإبل والنخلة والعفلة هذا يجب أن نحترمه يعني
صحيح عبر آلاف السنين. الله يعطيك العافية حقيقة، وقفاتك جميلة معنا وعطيتنا معلومات وافية عن أشياء كثيرة، نقول الله ينفع بها إن شاء الله المتابعين، وتكون إن شاء الله في موازين حسناتكم.